يقول السائل: يقول هناك بعض طلبة العلم يقولون بأنه يجوز طلب العلم على المبتدعة عند الضرورة، فهل ما يذكرونه صحيح؟ المبتدعة التي بدعتهم شركية أو كفرية لا يطلب العلم عندهم، أما الذين بدعتهم دون ذلك وعندهم علم وعندهم بدعة دون الشرك ودون الكفر، فهؤلاء إن وجد غيرهم فلا يطلب العلم عليهم، وإن ما وجد غيرهم يأخذ عنهم العلم الصحيح ويترك العلم اللي ما هو صحيح. نعم.